السلام عليكم. في الدرس غنشوفو، وصلنا للدرس 11 اللي هو حول القوى. اول حاجه نعرفو شنو هي القوى. ناخذ واحد المثال، مثلا ا ناخذها كتساوي 2.5 في 2.5 في 2.5 في 2.5 في 2.5. اذا هنا شحال عندنا؟ لاحظتوا معايا عندنا هنا 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5، يعني نفس العدد كنضربوه في نفسه. وهنا شحال عندنا مره؟ هذه 1 2 3 4 5، يعني عندي 5 المرات كنضرب 2.5 2.5 2.5. هذه الكتابه نقد نبسطها باش تولي سهله في الكتابه. فعاود ما نكتب 2.5 في 2.5 في 2.5 في 2.5 في 2.5 في 2.5. هاد الحالة عندنا 5، يعني صغيرة شوية. فرضو معايا لكن عندي 2.5 في كاين شي 10 د المرات، 11 المرة، 1000 مرة. كي غندير نكتبها بطريقة مبسطة، شحال يقدني ديال مثلا ديال الوراق باش نكتبها؟ إذا خصنا هنا نقلبو على طريقة مبسطة باش يكتبو الأعداد. القاعدة التعريف كيقولك مثلا كان عندك عدد في عدد في عدد كيتكتب بزاف المرات، كتشدك العدد. هنا 2.5، هنا أقواس، وكتشوف داك العدد شحال من مرة كاين. هنا عندي المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وكتكتبو هكا. إذن هاد الكتابة هي نفسها الكتابة، وهاد الكتابة كتقرا 2.5 أس 5، يعني 2.5 مضروبة في 2.5 5 المرات. 2.5 في 2.5 في 2.5 في 2.5 في 2.5، يعني هذه كتابة مبسطة لهذه الكتابة. إذن 5 كما قلنا يسمى أس، و 2.5 في هذه الحالة يسمى أساس. نقلو على هاد جوج تعبيرات. دونك 5 هو الأس، وهذا هو الأس، و 2.5 يسمى الأساس. يسمى الأساس. كلمة قوة يسمى مثلا 2.5 يسمى أساس القوة ديال هاد العدد، و 5 يسمى أس القوة ديال هاد العدد. نختم مثال واحد اخر ب 3 في 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 3. اذا هذه يمكن لي نكتبها، عندي 3 كتعاود، دونك 3. شحال عندي 3 مره؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، عندي 8 المرات. دونك نكتب هنا 8. إذن هذه تساوي هذه، هي غير شكل للكتابة، طريقة للكتابة مبسطة. إذن هذه كتقرأ 3 هو أول أساس، أس 8، 3 أس 8، 8 هو الأس، و3 هو الأساس. هنا كيجيو بعض الخاصيات. مثلا كان عندنا عدد، عدد كما كان أس 0 تساوي 1. نقلو على هذه، أي عدد أس 0 هو 1، 3 أس 0 هو 1، 5 أس 0 هو 1، ناقص 3 أس 0 هو 1، يعني أي عدد أس ديالو 0 هو 1. نقلو على هادي مزيان، وأي عدد كذلك أس 1 هو نفسه، هو أ. 3 أس 1 هي 3، 10 أس 1 هي 10، هو العدد نفسه. هاد الخاصيات نقلو عليهم مزيان حيت غنحتاجوهم. إذن هادو خاصيات. هنا نرجعو، إلا كان عندنا عدد
سالب عدد سالب الأعداد، إما عدد سالب وإما عدد موجب. نختم مثال، عندي ناقص 3 أس 5، إذا بغيت نفصلها شنو هي؟ هي ناقص 3 في ناقص 3 خمسة المرات، يعني هي ناقص 3 ها واحدة، هي ناقص 3 ها جوج، هي ناقص 3، هي ناقص 3، هي ناقص 3، يعني ناقص 3 خمسة المرات. بغيت نشوف هاد ناقص 3 أس 5 مثلا واش عدد موجب ولا عدد سالب. دونك عندي عطاوني عدد بالأس وقالوا لي واش هذا موجب ولا سالب قبل ما نحسب. شنو كندير؟ كاين شي حوايج، اول حاجه كنشوف الاساس، الاساس اذا كان موجب اذن العدد موجب، اذا كان سالب هنا كاين جوج حالات. بالنسبة للموجب مثلا جوج أس 4، أنا يمكن لي بلا ما نستعمل الأقواس، كنستعمل الأقواس إلا كان عندنا الناقص. هنا جوج أس 4 هاد العدد قال لك واش هاد العدد موجب ولا سالب. كنشوفو الأساس، الأساس قلنا هو هاد العدد، كنشوفو الأساس دونك جوج هو الأساس، هذا موجب إذن موجب إذن العدد إذن هاد إذن جوج كنقراوها جوج أس 4 عدد موجب. دونك إلا كان الأساس موجب فالعدد موجب. أرانا دابا إلا كان الأساس سالب، إلا كان الأساس سالب بحال ناقص 3، هنا كنشوف الأس، إلا كان الأس عدد زوجي إذن في العدد موجب، إذا كان الأس عدد فردي فإن العدد سالب. نختم مثال، ناخذ المثال هذا، ناقص 3 ناقص 3 أس 5، هنا الأساس سالب، دونك الأساس سالب، كنشوف الأساس سالب كنطلع ما نقدش نعرف، كنشوف الأس، أنا عندي 5، 5 عدد كي داير فردي ولا زوجي؟ دونك 5 عدد فردي، إذن فهاد العدد كامل هو عدد سالب، حيث الأساس سالب و الأس فردي. ناخدو مثال واحد آخر، ناقص جوج وستة، هنا كنشوف الأساس، الأساس هو وناقص جوج، الأساس عدد سالب، شتو سالب ما يمكن لي نقول والو، كنطلع نشوف الأس، الأس واش عدد زوجي؟ ستة عدد زوجي، إذا ستة عدد زوجي، إذا هذا العدد عدد موجب. هنا كنروح على الإشارة، دونك إذا إذا كان الأساس موجب فالعدد ديما موجب، كان الأساس موجب العدد ديما موجب، كان الأساس سالب كنشوف إذا كان الأس عدد زوجي فهو عدد فالحساب عدد موجب، كان الأس عدد فردي فالحساب عدد سالب. متفاهمين على هذه القضية؟ متفاهمين. بعد ما شفنا الإشارة ديال العدد عن القوى، شوفوا واحد الخاصيات ديال القوى، خاصيات هنا لكن عندنا مثلا جوج أس 3 ضربناه جوج أس 4،
بغينا نحسبو هاد الجداء. الخاصية كتقول لي هنا عندي شنو كنلاحظ، عندي نفس الأساس، إذن كنكتب جوج، واش كندير لهادو؟ كنجمعهم. إذن تساوي جوج، ثلاثة زائد أربعة، نقول تساوي سبعة. إذن جوج أس ثلاثة في جوج أس أربعة هي جوج أس سبعة. هذه الخاصية الأولى، لكن نفس الأساس. هذا لكان الجداء، مثلا لكن عندي القسمة، مثلا جوج أس خمسة، أو ناخد تمنية أس خمسة على تمنية أس ثلاثة. هنا عندي نفس الأساس، دونك هو تمنية. واش كندير؟ كناخد هذا خمسة ونقصه من التحتاني، ناقص ثلاثة هي تمنية أس خمسة ناقص ثلاثة اللي هي جوج. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية، الثالثة، مثلا خمسة أس جوج الكل، يعني الأس الكل أس ثلاثة. هادي كيفاش غنحسبها؟ اش كندير؟ كنكتب خمسة وكنضرب جوج في ثلاثة، دونك جوج في ثلاثة تانية خمسة أس ستة. هادو لاحظتو معايا عندهم نفس الأساس. دي الخاصية الأولى ديال الجداء ديال العددين، هنا القسمة ديالهم، هنا أس فوق أس. دابا يكون عندنا أعداد عندهم نفس الأس، هادو عندهم نفس الأساس، لاحظتو معايا هنا تمنية عندهم نفس الأساس. نشوفو دابا الأعداد اللي عندهم نفس الأس. مثلا ناخد ثلاثة أس خمسة في ربعة أس خمسة، دونك هنا عندي نفس الأس. اش كندير؟ كندير ثلاثة في أربعة وكنخلي الأس بيناتهم حيث مشترك بيناتهم، دونك ثلاثة في ربعة هي 12 أس خمسة. خاصية أخرى، إنك عندي مثلا خمسة على أربعة، هنا أس جوج وهنا أس جوج، شحال كتساوي؟ كنخلي نفس خمسة على أربعة نحسبها كنجمع الأس بيناتهم. إذا شفنا الجداء ديال القوى ملي كيكون عندهم نفس الأساس، دونك كنجمعو الأس. والقسمة عندهم نفس الأساس، كنديرو الفرق ما بين الأس الفوقة ناقص الأس اللي تحتها. لكن عندي أس على أس كناخ نفس الأساس، كناخد الأساس وكندير الجداء بيناتهم. عاوتاني خاصية أخرى، لكن عندي نفس الأس، هنا أس خمسة وهنا أس خمسة، كنضرب الأساس الأساسين بيناتهم وكنخلي الأس. كذلك لكن عندي القسمة، كنكتب كنقسم وكنجمعهم بنفس الأس اللي كان هنا. هذا هو، هادو خاصيات. ونشوفو التطبيق ديالهم في التمارين. كاين واحد الحالة خاصة بالنسبة للعشرة، ناخديت عشرة أس ثلاثة، شنو هي؟ هي عشرة في عشرة في عشرة اللي هي شحال؟ اللي هي
هي 1000. هذه حالة خاصة. اش كنلاحظ هنا؟ عندي شحال من صفر؟ عندي 1 2 3، 3 الأصفار. دونك هاد 3 الأصفار كيمثلوا لي هاد الرقم هادو 3. مثلا إلا قلت لك 10 و7، كي غدير تحسبها انت؟ غدير 10 في 10 في 10 في 10 في 10، 1 2 3 4 5 6 7، وتبقى تحسب 10 في 10 10 في 10. هنا طريقة سهلة، 10 و7 كنكتب 1، وكناخد هاد 7 ونكتب 1 ونكتب موراه 7 الأصفار، 1 2 3 4 5 6 7. إذن 10 و7 هو هاد العدد. كذلك بطريقة عكسية، مثلا أعطوني 1 2 3، عطاوني هذا العدد وقالوا لي كتبوا على شكل أس. هذا العدد قالوا لي كتبوا على شكل أس، اش كندير؟ كنكتب 10 ونبدا نحسب. عندي 1 2 3، شحال الأصفار؟ 4 5 6 7 8 9 10 11. دونك هي 11 صفر، كنجي هنا نكتب 11، إذن هي 10 أس 11. هاد الخاصية كتطبق بالنسبة للعدد 10، ماشي جميع الأعداد. أتمنى تكونوا استفدتوا في الدرس، وندوزوا التمارين باش نفهموا أكثر التمارين التطبيقية. السلام عليكم.